وصلت مرحلة أنا هسه، أنا وصلت مرحلة هسه ما أريد الموافقة، ما أريد الموافقة، بطلت، أريد إلغاء، أريد يطلني إلغاء. خلي يقولون لي عمي تصنيع الحبوب، خلي يقولون لي أنت ملغي، أو وزير التجارة يقول لي أنت ملغي. ليش؟ حتى اتجه للقضاء، نتجه للقضاء، القضاء العراقي قضاء نزيه، هو راح ينصفني، إن كان إلي حق ينطيني، ما كان إلي حق ما إلي حق. ليش ابتلي على العالم؟ صح لو مو صح؟ نعم. زين، تصنيع الحبوب فاتح من؟ فاتح القسم القانوني بالدائرة. القسم القانوني قال له لا علاقة لنا، هاي الكتب باقي لها ست كلها يمني، لا علاقة لنا. زين، سوت تصنيع الحبوب، رجعوا فاتحوا القسم القانوني قبل مفاتحتهم السيد الوزير، هذا الحكي، فاتحوا القسم القانوني. القسم القانوني كتب لهم كل شيء، كتب لهم كتابكم غير واضح، كتابكم غير واضح، هذا موجود بالكتاب عندي، اذا تردين اقرا لك اياه بالضبط ايش كانوا كاتبين لهم هم القسم القانوني بالتليفون. اشارا الى كتابكم ذو العدد 1717376 في 17/12/2020، نود ان نبين بان كتابكم المذكور انفا لم يتضمن راي شركتكم بخصوص موضوع المطحنه، محل بحثكم كتاب اعلى استنادا لهامش السيد الوزير، يعني يوم 17/12/2020 ما مجاوبين السيد الوزير، انتم مو عندكم جواب للسيد الوزير، جاوبوه اله. زين، المثبت على الطلب المقدم من قبل الموم اليه المرافق طين كتاب اعلى للامر الذي يتطلب قيام شركتكم بالبت بالموضوع المدار بحث من قبل اقسام المعنيه فيما يتقدم الرأي واضح وصريح وحسب الاختصاص، يعني قدموا لنا رأي واضح وصريح. زين، رجع هذا الكتاب من القسم القانوني، من رجع هذا الكتاب من القسم القانوني ايش بقى؟ بقى البيان الرأي مال السيد الوزير، البيان الرأي مال السيد الوزير لازم يرجعون يجاوبونه، فجاوبوا الوكيل الاقتصادي، الوكيل الاقتصادي من جاوبوا لحد الآن جاي يسألهم، وباكو مواضيع واكو امور، وجاوبوا القسم الرقابه، هم القسم الرقابه بال 2021 يلا صارت الاجابه، هم بشهر الثالث صارت الاجابه. وهسه انا هاي الاجابه وهاي الاجابه وهاي الاجابه وهذا السؤال وهذا الجواب، الموضوع وين؟ انا اريد اسال وزير التجاره، ان كان الي حق قل لي لك حق روح كمل مطحنتك، ما الي حق ما لي حق اللي ما اسا احنا بدورنا ايضا راح نوجه رساله لمعالي وزير زيت. التجاره المحترم كله من بنبر المعتمد. زين، ست ست ست، اكو موضوع، اكو موضوع راح يسالون، راح يسالون بي، راح يسالون بي. ست، انا التواريخ من قلت لي تسجليهن يمك. نعم، التواريخ من قلت لي تسجليهن يمك. ست، الموافقه 26/11/2018 يمك صح؟ صح. وهو عدك الالغاء يوم 6/2 صح؟ نعم. عندك الإلغاء الاستثناء الثاني يوم 12/3 صح؟ صح. وعندك الإلغاء الثاني يوم 5/5/2019 زين. ست، أريد تحفظ، أريد تجمعي لي أنت يمك هسه، أريد تجمعي لي يمك من يوم 26/11/2018 لحد 5/5 اللي اريد اريد التواريخ اللي انا عندي موافقه بهن، مو الملغي، التواريخ اللي عندي موافقه بهن ايش قد تقريبا، كم ايش قد الوقت؟ من 26/11 لغايه 2/6 العفو الالغاء الاول حد 12/3 عندك انت ها ست لغايه 12/3/2019 اي هاي ايش قد تجمعي لي انا ايش قد؟ هسه يوم 26 يوم 26/11 يوم 26/11 حصلت اجازه تنميه صناعيه، يعني من حقي اروح ابني مو صح؟ صحيح. زين، ارجع لغاني السيد الوزير يوم 6/2 يعني ايش قد انا هسه عندي فتره بناء ايش قد؟ من يوم 26/12 لحد هاي عندي شهر، شهر وشويه او شهرين؟ تقريبا شهرين، رحمه الله على والديك، شهرين. رجع وقفني، رجع استثناني يوم 12/3 يوم 12/3 استثناني، يوم 5/5 لغاني،
هم عندي شهرين مو صح؟ صحيح. زين رحمه الله على والديك، رحمه الله على والديك. ارد اسال سيد وزير التجاره وارد اسال وزير رئيس وزراء حصرا، ارد اسالهم هذا الاربع اشهر انا كمشروع عندي جوا ايدي وجاي ارد اشتغل به، بهاي الاربع اشهر ايش قد اقدر اسوي به انجازات؟ ست هواي انجازات. اربع اشهر وجاي سويت سياج، دفنت 3 دونم، وبنيت اداره، وبنيت غرف عمال. زين بهاي الاربع اشهر دافن انا 3 دونم. زين يجوني يقولوا لي طلعوا لي بشهر السابع 2020 يقولوا لي وين المطحنه؟ اعطيني موافقتي خلينا نكمل، اعطيني موافقتي خلينا نكمل مطحنه. يعني شلون تكملها اذا انت موافق لحد هذا اليوم ما مستلمها؟ ست امانه الله عندي مدير الرقابه التجاريه استاذ معن، طلع الرجال ما له علاقه، الرجال طلع اجاله امر من بغداد قال له لا اطلع كشف على القطعه، دخل بالقطعه بهواء قال شا المكاين مالتك وين؟ قلت له استاذ انت عندك علم بالموضوع شنو مكاين وين؟ قال شا المكاين تبغى تقول له معمل اطلع كشف على معمل؟ استاذ اعطوني موافقتي خليني اروح اجيب المعمل. اسهل